فلك للمواليد الجدي بشهر تموز جولاي يوليو على الصعيد المهني شو هي؟ انتبه ببداية الشهر يا عزيزي من بعض الوصوليين حولك، كون حذر حتى تاريخ 11 لما ينتقل مارس إلى برج العذراء، حيث بيكون أحسن وبيكف كوكب ميركور من معاكستك ببرج السرطان. لحسن الحظ أن الكواكب البطيئة يلي هي جوبيتر، ساتورن، أورانوس، نبتون وبلوتون كلها كواكب داعمة لإلك بشكل استثنائي، تسهر على أمنك وسلامتك طوال الوقت وبتجعلك أكثر حرص على العمل الدقيق والانتباه إلى التفاصيل. بتصير على درب سالم جدا يا عزيزي، ومشاريعك بتاخد حجم أكبر بهالشهر. بتمارس جاذبية كبرى، تبهر الآخرين بقدرتك التنظيمية والإدارية ودراستك لكل جوانب القضية والمشاريع بدون إهمال لأي تفصيل صغير. تنتقل لفترة مهنية أكثر أهمية من الوقت السابق، كأنك عم تقفز إلى مكان آخر، تهتم بنشاطات جديدة وغير معتادة، بتحضر نفسك لانطلاقة مميزة. تتيح لك فرص خارج حدودك المعتادة، بتوظف طاقتك وكفاءتك بمجالات غنية جدا، وربما بتتوصل مع أحد النافذين إلى إنجاز عمل عام بيلاقي الإعجاب حتى ولو حاول البعض خطف الضوء عنك بالأسابيع الثلاثة الأولى. بس إذا صارت تستعيد مجدك كامل من بعد مرور هالأسابيع، أي بالأسبوع الأخير. بتعالج الثغرات، بتسد الثقوب، بتلاقي حل لمشكلة عالقة. كوكب مارس ببرج العذراء بيجعلك منطلق ابتداء من تاريخ 11 نحو إنجازات كبيرة، بيساعدك مع كواكب أخرى على تحديد خياراتك، كما بيوفر لك دعم من قبل أطراف فاعلة ونافذة حتى يجعل قراراتك تكون الأوفر حظ للتنفيذ. لا شك إنك بتجسد حلم كبير وبتخرج من قوقعتك وبتنطلق نحو مساعات شاسعة وواسعة، وممكن إنك تطلق لأحلامك ورغباتك العنان. بتدعيك الأفلاك لمبادرات استثنائية كمان بهالشهر.